السلام عليكم، رجعنا لكم بشرح جديد. حنشرح اليوم دائرة الـ RC بالتوازي بالـ AC. طبعا شلون نعرف انه على الـ RC؟ بين انه وجود الـ R وموجود المتسعة. زين، هاي عرفناها. اريدك تعرف انه الـ Y هو 1 على Z total، الواي توتال هو 1 على زد توتال. أريدك تفهم إنه الواي توتال هو 1 يساوي واي 1 زائد واي 2. والزد توتال شلون نطلعها؟ إنه واي على زد توتال يساوي 1 على زد 1 زائد واي على زد 2. هاي بالتوازي. زين، الرسم مات الواي كلش مهم. شلون نطلعها؟ اول شيء بدك تعرف انه لازم نطلع البي سي ويطلع الجي. الجي هو 1 على ار، والبي سي يساوي 1 على اكس سي. بعدها تمثل هنا البي سي وتمثل هنا الجي، والخط اللي بيناتهن هو الواي توتال. بعدها ترسم نقاط ما بيناتهن. والفيزر ايضا عندنا انه الاي سي راح يكون لي فوق، والاي ار لي جوا، والاي توتال بوسطهن، لأنه الاي توتال راح يكون الزاوية مالتها صفر، وبعدها يكون نقطهن. زين، هاي بأغلب الحالات. حناخذ مثال مفصل تقريبا لكل الشغلات المهمة بالـ RC. زين، مثل ما تشوفون عندنا هذا المثال ومطينا الدائرة، ورايد من عندك هواي شغلات بالسؤال. انتبه وياي للدائرة. الدائرة بيها R وبيها X، اذا عرفت انه دائرة من RC. زين، اول شيء اريدك تعرف انه انا علمتك بالفيديو السابق انه تجي على التيار، تيار مار منه، من يجي راح يتقسم، راح يتقسم منه وراح يتقسم منه. هذا كله صار Z1، هذا كله صار Z2، او تسميه Y1 Y2 كيفك. زين، هو ايش رايد من عندك؟ رايد من عندك ومنطيك التيار الكلي. اوكي، جيد، منطيني التيار. اذا رايد من عندي، زين، هو ايش قايل لك؟ الزد توتال، الزد توتال قلت لك عندك وايد طرق تطلعها. يعني اما تقول زد واحد على زد توتال يساوي واحد على زد ون زائد واي على زد تو، تعرف انه زد ون شنو؟ زد ون مثلا هذا فرضت زد ون، وهذا كله فرضت زد تو، لان قلت لك بالتيار، حسب التيار، تيار مدام يمر هنا، هذا التيار وهذا التيار، هذا صار زد وهذا صار فزد. هذا الزد شي يساوي مثلا زد ون يساوي الار، مثلا الار جت واحد واين، هذا مو صفر، ايش تسوي؟ هذا زد ون، ما بي ار، ما بي وياه شي، فايدة هذا ما بي ار، صح؟ فتقول قبل تقول له 1.35 وزاوية مالته 70. هاي هيج، هذا زد ون هذا زد تو. زين، اوكي. واذا رايتها بالاعداد المركبة بالنوع الاول، بس مجرد تقول 1.72 هاي زاوية صفر ما راح تأثر، هذا راح يكون سالب 1.35 جي، خلص. وتعوضها هنايا، وهذا الاخ هذا تعوضه هنا، وهذا تعوضه هنا، وطلع الزد توتال. تعرفون انه هذا بعدين من تعوض هذا تضربه في المرافق مالته، هذا بالمرافق مالته، كمل الحل. يعني ان شاء الله الرياضيه راح تبقى يمك. هو شو مسوي هنا؟ قبل مطلع الياء من الوا، او مطلع الوايات، مطلع الواي، وبعدين قال زد توتال يساوي 1 على واي توتال. ماكو اي اشكال بهاي طريقة الواي. تعرفوها انه الواي تساوي 1 على ار، 1 على اكس. ليش؟ لانه الواي اصله يساوي جي زائد بي. جي هو 1 على ار، والبي 1 على اكس. زين، هنا هي جاي 1 على ار زائد واي على اكس سي، ومطلع هنا راح تقول لي ليش الزاوية 90؟ حبيبي، بما انه هو صار بالمقام حوله للبسط صار 90. زين، طلع لي الواي، كمل لي اياه، وطلع لي زد توتال. زين، وثاني واحد رايت خريطة الخريطة مالته، بما انه بالسؤال ما حال لك اياه، اذا نحن نطلع على سطحة. تجي اول شي تسوي لي هاي الخطين. زين،
قلت لك اول شي تروح تفكر لي انه الجي ايش قد والبي ايش قد. جينا 0.6 جاية من تقسيم واحد على الار، والبي سي هو 0.8. زين، هذا مثل الاكس وهذا مثل الواي، كلكم تعرفون هذا الخط، هذا الخط كله اكس، هذا الخط كله واي، بس الجوة بالسالب والفوق بالموجب، هذا بالموجب وهذا بالسالب. زين، هذا ليش هذا اكس وهذا واي؟ حسب مادة الاعداد المركب، انه هذا يساوي واحد زائد واي جي، اكيد تعرفوها. زين، تجي هذا 0.6 على الاكس، اذا هذا 0.6 على الاكس اللي هي جي، نقول لها جي. هذا 0.8 على الواي، هذا الواي 0.8. الواي توتال ايش قد؟ الواي توتال واحد، اذا هذا واحد، هاي نقول هذا وهذا، فاذا بس اوصل بيناتهم، هذا طبعا لازم يكون لي جو، هاي وصل. طبعا هاي لو انت بالترقيم وبالمصطلح يكون اوضح، هاي بشكل مختصر الخريطة الواي. زين، بعدين ايش قال لك؟ قال لك احسب لي الاي. اوكي سهلة، انا عندي زد توتال، صار انه قسمت الواحد على واي توتال، طلع لي الزد توتال، وطلع لي الاي عندي اني اللي هو 10، قسم لي واحد على الواي توتال، او اللي هنا مفروض زد مو واي توتال، ليش هنا؟ شوف ما هنا كله مستعمل جي، انت تقدر تقسم على زد توتال ايضا، طلع شوف قال لك اور الاي يساوي واحد على في زد توتال، انت تستعمل هذا الشيء اللي احنا دائما نستعمله، تقدر بطريقتين، اما بطريقة الواي اما بطريقة الزد، بس كنصيحة امشي على الزد لانه احنا نستعمل اكثر شيء. فهي مجرد انه تقول الاي، شوف ايش قد الاي، الاي عندي 10، والزد انه طلعت الزد هذا تضربهن تطلع نتيجة الاي. بعدين ايش رايد ما عندك انه الاي ار، حط ببالك انه بما انه توازي الاي بكل بهاي ثاب، بهاي وبهاي واي يساوي ثابت، يعني بحيث الاي توتال يساوي الفي 1 يساوي في 2. ليش؟ لان توازي. فده شوف انه الفي هنا نفس الشيء والفي هنا نفس الشيء، انه اللي تغير انه ينضرب، اما اذا اي ار ينضرب في الار، واي سي ينضرب في اي سي. بعدين قايل لك ارسم لي الفيزر، الفيزر كل سيل انه فوق هو الاي سي والجوه الاي ار، مثل ما علمتكم قبل شويه، انه قلت لك الاي سي اللي فوق والاي ار اللي جوا، الاي هو ثابت لي الخط على الاكس، بعدين توصلها بنقاط. بعدين قايل لك انه ارسم لي انه اريد الطاقات، انه هي مجرد قانون، ف انه هاي الشغله تبقى يمك، يعني من قوانين تشوفه انه بس قانون، واحنا اخذناها بالتوالي، تروح جمع القوانين يمك وطبقها، قوانين مات الباور كلها جمعها بوقت، وبعدين اعرف انه الاكتف باور شنو معناه، ورياكتف شنو معناه، وشنو قانونه. هذا يفيدك مثلا الباور فاكتور، اكو بيهم ما يعرفون شنو، فانت لازم تكتبهم كلهم، لخصها بورقة يعني، مكان ما ادري الحق اسوي لكم اياها، بس انتو لخصوها يمكم. ان شاء الله انا قدرت اوصلكم الفكرة، تابعوا الشروحات اللي راحت، وان شاء الله الجاية، وربي اقدر افيدكم ولو بشي.